بسم الله الرحمن الرحيم. ألا وإن من العصاة الذين يقفون يوم القيامة وهم على خزي وندامة، الذين ظلموا خلق الله، الذين ظلموا عباد الله، الذين ظلموا أنفسهم وتعاملوا بالظلم وبالبغي بينهم وبين الناس. فاحذر من الظلم، لا تعرض نفسك للظلم، اربع بنفسك أن تدخل نفسك في الظلم، سواء ظلم الناس أو ظلم الأرحام أو ظلم اليتامى أو ظلم المحتاجين أو التعدي على أنفسهم أو أموالهم. ألا وإن من صنف العصاة يوم الوقوف في ذلك اليوم العصيب، الذين يلبسون إلى تحت الكعبين، هؤلاء أصحاب فضائح ومخازي يوم القيامة. يا معاشر المسلمين، سار بعضهم إن لبس ثوبا أسبلة من تحت الكعبين، وإذا كان من فوق الكعبين خاف أن يقول له الناس إنه مطوع. وصار من يلبس إلى نصف الساق أو تحته، هذا متشدد، هذا متسمت. وما علم أنه يوم القيامة من لبس الإزار إلى تحت الكعبين يأتي يوم القيامة لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. إن من الناس في بيعه وشرائه، اليمين في رأس البيع والشراء من أجل أن ينفق السلعة ومن أجل أن يبيع سلعته، هذا يوم القيامة لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب عليم، لأنه جعل الله عرضة في بيعه وشرائه. يا أصحاب التجارة، يا أصحاب البيع والشراء، إنكم بحاجة لحاجة لألسنتكم عن الأيمان وعن الحلف وعن كثرتها وقلتها. ومن الثلاثة الذين ربنا خصمهم ما أخبر به النبي، قال: ورجل استأجر أجير فاستوفى منه ثم لم يعطه أجره. يا من لديكم عمال لا تظلموا العمال في أعمالهم، اتقوا الله في العمال، اتقوا الله في العمال. بعضهم يأتي العامل يشتغل ويتعب ويتصبب عرقا، وفي النهاية يلف عليه ويدور، وفي النهاية يفجر به، في النهاية يعتدي عليه، في النهاية يمنعه حقه. إن كنت أقوى منه فالله أقوى منك، فاتقوا الله في العمال، اتقوا الله في العمال، ولا تعرضوا أنفسكم لأن تأتوا يوم القيامة والله خصيم لكم. ألا وإن من صنف العصاة يوم القيامة ما جاء من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه عند أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. ما أكثر هذا الصنف في هذه الأيام يأتي إلى هذا بوجه وإلى هذه الجماعة بوجه، فيأتي إلى فلان يقول له: أنا معكم وأنا منكم وسأدافع عنكم وسأقوم وأفعل وأفعل، ويأتي إلى الجهة الأخرى يقول: أنا معكم وأنا فيكم وسأعمل لكم. ويضرب عند هذا الصنف ضد هذا وعند هذا ضد هذا. احذر أن تكون صاحب عدة ألسن، فليتق الله المسلم وليحافظ على دينه وليحذر من عقوبة ربه وليبتعد عن التلونات في أقواله وأعماله، وليكن بينه وبين الله على خير وسداد. هذا إن أراد لنفسه النجاة وإن أراد لنفسه الخلاص. تسجيلات دار الحديث بمركز ذي النورين بمدينة دمار تقدم لكم
الخطبة الثالثة من أحوال العصاة يوم القيامة لشيخنا أبي عمار وهبان ابن مرشد المودعي. والآن مع المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومعلمنا وقدوتنا وخليلنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيذنا وإياكم والمسلمين أجمعين من كل بدعة وضلالة، ونستعيذ بربنا من عذابه والنار. أيها الإخوة المسلمون، إنه من جملة ما يحتاج العباد وأن يحذروه يوم الوقوف بين يدي الله هي الذنوب والمعاصي، وهذه هي الخطبة الثالثة من أحوال العصاة يوم لقاء الله سبحانه. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وهكذا يقول سبحانه في كتابه الكريم: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر
بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. وهكذا قال عز وجل: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. وهكذا قال عز وجل: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. والآية التي أخبر سبحانه عباده أن ينظروا إلى ذلك اليوم العظيم بالمنظار الكبير الذي حذر منه كل الخلق وبين المواقف العظيمة في ذلك اليوم العظيم والمشهد الكبير يوم التلاق يوم تولون مدبرين. وهكذا أخبر عز وجل وحذر عباده وأنذر كل مخلوق أن يأتي في ذلك اليوم العظيم وهو مفلس من الأعمال التي تقربه إلى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهكذا أخبر عباده في سورة القيامة بأمور يحتاجها كل عبد مسلم أن يستعد لها. الله يقول في كتابه الكريم: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، وأي فجور يفجره العبد أعظم من فجوره بالكفر والعصيان وما لا يقربه بين يدي الله. والله أخبر: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. معاشر المسلمين، إن أهل المعاصي والآثام يوم القيامة لهم مواقف خطيرة ولهم مواقف كبيرة، ألا وإن من العصاة الذين يقفون يوم القيامة وهم على خزي وندامة ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند الطبراني في الأوسط أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يجيء الظالم يوم القيامة يعبر الصراط فيقف له المظلوم فيعرفه ويذكر مظلمته فيأخذ به، أن يأخذ بهذا الظالم، فيأتي المظلومون ويأخذون مظالمهم منه بحسناته حتى إذا لم يبق له حسنات أخذ من سيئاتهم فكانت عليه. الحديث قرئ بمعناه. معاشر المسلمين، إن هذا صنف من صنف العصاة وهم الظلمة الذين ظلموا خلق الله، الذين ظلموا عباد الله، الذين ظلموا أنفسهم وتعاملوا بالظلم وبالبغي بينهم وبين الناس. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فكم من أناس ظلموا أنفسهم بتعديهم على الناس وبظلم الناس وبالبغي على الناس، يأتي يوم لقاء الله وهذا الظالم وقف له المظلوم والظالم يريد أن يعبر الصراط
ويريد أن يمر على الصراط لينجو بنفسه وهو في الصراط المظلم، ويأتي المظلوم وقد أخذ به طالما ظلمه في الدنيا، وربما لا يجد له مناصرا ولا معينا ولا مؤيدا، لكن إذا أعني من الخلق، لكن إذا جاء في يوم القيامة أصبح الظالم أسير ظلمه، بظلمه وتعديه وببغيه وعناده. فاحذر من الظلم، لا تعرض نفسك للظلم، اربع بنفسك أن تدخل نفسك في الظلم، سواء ظلم الناس أو ظلم الأرحام أو ظلم اليتامى أو ظلم المحتاجين أو التعدي على أنفسهم أو أموالهم. ولا تظلم نفسك بالشرك بالله، ولا تظلم نفسك بالذنوب وبالمعاصي عياذا بالله. ألا وإن من صنف العصاة يوم الوقوف في ذلك اليوم العصيب ما جاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هؤلاء الذين أصيبوا بهذا الحدث العظيم لا ينظر الله إليهم نظر رحمة، ووعدوا بالعذاب الأليم، ووعدوا بعدم التزكية لأعمالهم. من هم هؤلاء؟ قال الرسول: أولهم أو ذكر منهم المنان، وهذا الذي ينفق ويمن على الناس: أعطيتكم فعلت لكم أصلحت لكم. هذا لأنه من، والمال ليس ماله، المال مال الله، المال مال الله، والعطاء عطاء الله، والملك لله. فلا تمن على مسكين، ولا تمن على فقير، ولا تمن على محتاج، ولا تمن على رحمك: أنا فعلت لك، أنا صلحت لك. احذر. ومنهم المسبل الذي لا يكلمهم الله، هؤلاء مسبلون الذين يلبسون إلى تحت الكعبين، هؤلاء أصحاب فضائح ومخازي يوم القيامة. يا معاشر المسلمين، سار بعضهم إن لبس ثوبا أسبله من تحت الكعبين، وإذا كان من فوق الكعبين خاف أن يقول له الناس إنه مطوع. وصار من يلبس إلى نصف الساق أو تحته هذا متشدد، هذا متسمت، وما علم أنه يوم القيامة. من لبس الإزار إلى تحت الكعبين يأتي يوم القيامة لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، لأن هذا داعي إلى الكبر وإلى الغرور. والكبرياء لله والعظمة لله، فكان من لبس هذا أصابه في نفسه الإعجاب والغرور، والكبر لله عز وجل، فجاء في يوم القيامة أنه ينكل به بما سمعت. وهكذا من يلبسون البنطال إلى تحت الكعبين أو يلبس أي لباس إلى تحت الكعبين دخل في هذا الحديث، إن مات على هذا الفعل وعلى هذه الكبيرة يخشى عليه أن يدخل في هذا الحديث. أما النساء فيجب عليهم إنزال الملابس إلى تحت القدم، لأنها مطالبة بالستر، ولأنها مطالبة بالعفاف، ولأنها مطالبة بالحشمة، لكن الرجال مطالبون بما سمعت. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من هؤلاء الثلاثة المسبل والمنان والمنفق سلعته باليمين الفاجرة
وبلفظ بالحلف الكاذب. هؤلاء لا ينظر الله إليهم. إن من الناس في بيعه وشرائه اليمين في رأس البيع والشراء من أجل أن ينفق السلعة ومن أجل أن يبيع سلعته. هذا يوم القيامة، في يوم القيامة لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب عليم، لأنه جعل الله عرضة في بيعه وشرائه. يا أصحاب التجارة، يا أصحاب البيع والشراء، إنكم بحاجة إلى صون ألسنتكم عن الأيمان وعن الحلف وعن كثرتها وقلتها. لا تبع ولا تشتري باليمين، الفظ بيعك وشرائك، فمن قبل منك فذاك ومن ردها فلست ملزم بالبيع والشراء. وخاصة من يبيعون القات عليهم أن يحرصوا وأن يتقوا الله في البعد عن الأيمان وفي البعد عن الحلف. هذا يحلب برأس امرأته، وهذا يحلب بالله، وهذا يحلب بالأمانة. إن فجرت في يمينك من أجل أن تنفق السلعة، إذا جاء في يوم القيامة لا ينظر الله إليك نظر رحمة، ولا ينظر إليك مثل ما ينظر إلى عباده الصالحين، ولك عذاب أليم، ولا يزكيك ربك لأنك تعاملت بما حرمه عليك. فلا تبع وتشتري بالأيمان، واجعل الأيمان على حدة، وبع صادقا، وبع صادقا. لقد قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وتما محقت بركة بيعهما. إن صدقت بورك لك، وإن لم تصدق محقت البركة. فبع وأنت صادق، واشتري وأنت صادق، ولا تقل أنا أحلف وأنا صادق. وإن كنت في حلفك صادقا، لا تجعل ربك في بيعك وشرائك، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. فلا تبع باليمين ولا تشتري واليمين على لسانك سائلة. فاحذر من المخاسي يوم الوقوف يوم القيامة. استغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: ألا وإن من صنف العصاة الذين في يوم القيامة مواقفهم صعبة ما جاء عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: لما نزل قوله تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال: يا رسول الله، أو تعاد الخصومات يوم القيامة؟ قال: نعم، حتى يأخذ كل ذي حق حقه. هذا صنف، وهم الذين تخاصموا في الدنيا وحكم بينهم في الدنيا وظلموا في خصوماتهم. يأتي يوم القيامة كما قال ابن كثير رحمه الله، وإن كان هذا في المؤمنين والكافرين، إلا أنه في كل خصومات. فمن تخاصم مع فلان الآن ولم يجد من ينصف له، وربما حكم له ظلم وحكم له عدوان، وصار مظلوما معسورا بسبب الحكم، إذا جاء في يوم القيامة جمع الله بين المتخاصمين وحكم بينهم وهو خير الحاكمين. فلا تظن يا من تذهب إلى المحاكم بالبصائر المزورة، لا تظن يا صاحب اللسان
لسان اللبق الفطن، فتظلم هذا بلسانك وتبغي عليه وتأتي بالأحكام. إذا جاء في يوم القيامة إن الله حكم عدل، علم أنك ظلمت، وعلم أنك فجرت، وعلم أنك تعديت، فلا تظلم نفسك في باب الخصومات. ألا وإن من صنف العصاة يوم القيامة ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. الله أكبر! إذا كان الله خصمك يوم القيامة من هم؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: في هؤلاء الثلاثة منهم رجل أعطى بالله ثم غدر، أعطى بالله ثم غدر. هذا رجل حلف بالله ما يفعل بفلان كذا ولا كذا، فغدر به وفجر وتعدى عليه، هذا من يقف له؟ إنه الله. ثلاثة الله يقول كما في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. فلا تحلف اليمين الفاجرة، لا تحلف اليمين الفاجرة أنك ما تغير الحدود، حدود الأرض وعلاماتها فتفجر. لا تحلف اليمين الفاجرة أنك ما تتعدى على فلان وتفجر فيه. لا تحلف اليمين الفاجرة أنك ما تسرق، أنك ما تفعل وتفعل. اتق الله. بعض الناس يحلف ويمين أنه ما يشرب السيجارة ثم يعود إليها. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، هكذا يقول الله في الحديث القدسي. وبعضهم يحلف ما يخزن ثم يعود إليه. أنت أعطيت يمين وأعطيت مواثيق، فلا تغدر لا في يمينك ولا بينك وبين الناس. ارحم نفسك، لا تعطي بالله ثم تغدر. ومن الثلاثة الذين ربنا خصمهم ما أخبر به النبي قال: ورجل استأجر أجير فاستوفى منه ثم لم يعطه أجره. يا من لديكم عمال لا تظلموا العمال في أعمالهم، اتقوا الله في العمال، اتقوا الله في العمال. بعضهم يأتي العامل يشتغل ويتعب ويتصبب عرقا، وفي النهاية يلف عليه ويدور، وفي النهاية يفجر به، في النهاية يعتدي عليه، في النهاية يمنعه حقه. أترضى أن يكون الله خصمك لأن عندك عامل عمل عندك فلما انتهى من العمل لففت ودرت عليه ومكرت واحتلت عليه؟ إن كنت أقوى منه فالله أقوى منك. فاتقوا الله في العمال، اتقوا الله في العمال، ولا تعرضوا أنفسكم لأن تأتوا يوم القيامة والله خصيم لكم. ويتق الله العمال في أعمالهم، في حسن أداء العمل والأمانة في الأعمال، في البيع والشراء، لأنه يعطى له أجرا. فالمطلوب من العامل أن يؤدي العمل على ما طلب منه وأن يتقي الله، والمطلوب ممن العامل عنده أن يتقي الله في حقوق العمال ولا يظلمهم. ألا وإن من صنف العصاة يوم القيامة ما جاء من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه عند أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة،
وقد جاء بلفظ من كان له لسانان في الدنيا كان له لسانان يوم القيامة. ما أكثر هذا الصنف في هذه الأيام يأتي إلى هذا بوجه وإلى هذه الجماعة بوجه، فيأتي إلى فلان يقول له أنا معكم وأنا منكم وسأدافع عنكم وسأقوم وأفعل وأفعل، ويأتي إلى الجهة الأخرى يقول أنا معكم وأنا فيكم وسأعمل لكم، ويضرب عند هذا الصنف ضد هذا وعند هذا ضد هذا. احذر أن تكون صاحب عدة ألسن إذا جاء في يوم القيامة. تخيلوا يا معاشر المسلمين، يأتي هذا الصنف وهو أمام الخلائق يوم لقاء الله وعنده لسانان، وأنت ترى هذين اللسانين وهما من نار، وهما من نار لأنه نكل بالعباد فأخزاه الله يوم القيامة. فليتق الله أصحاب الوجوه المتعددة في الأحزاب والجماعات، يأتي إلى هذا بوجه وهذا بوجه. خذ كتاب ربك وما جاء به رسولك وابتعد أن تكون مثل الفخاخ عدة ألوان، إن وصلت إلى شجرة غبرة غبرت، وإن وصلت إلى شجرة خضراء خضرت، وإن وصلت إلى كذا صارت على الصنف الذي هو عليه. كن على مبدأ واحد مع الله ورسوله، منقاد لشرع الله، مبتعد عن المخالفات، مبتعد عن المخالفات الشرعية التي ما أذن بها الإسلام. وبعضهم يكون عند هذه الجهة يشب النار على هذه الجهة، وإن جاء إلى جهة أخرى شب النار بالفتن على الجهة الأخرى، وأصبح مثل الوزغ تشب نار الفتن في أوساط المسلمين. الوزغ صبت النار على أبينا إبراهيم لما ألقي في النار، وهذا شب الفتن بين المسلمين بلسانه وبقلمه وبأفعاله. فليتق الله المسلم وليحافظ على دينه وليحذر من عقوبة ربه وليبتعد عن التلونات في أقواله وأعماله، وليكن بينه وبين الله على خير وسداد. هذا إن أراد لنفسه النجاة وإن أراد لنفسه الخلاص. هذه بعض مما ورد أيضا من صنف عصاة المسلمين يوم الوقوف بين يدي الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك ألا تجعل لنا في هذا المقام ذبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا شابا إلا هديته. اللهم من حضر في هذه الجمعة من الرجال أو من النساء، اللهم أعظم لنا ولهم الأجر. اللهم من حضر في هذه الجمعة من الرجال أو من النساء عليه دين فاقض دينه، أو عنده مرض فاشف مرضه، أو عليه هم وغم فارفع همه وغمه. اللهم يسر للشباب أمور زواجهم، وفق المسلمين إلى ما فيه الخير والسداد، وفق آباءنا وأمهاتنا وآباء وأمهات الحاضرين إلى الرشاد. اللهم أمن بلادنا، اللهم أمن بلادنا، اللهم أمن بلادنا، اللهم لا تسمعنا في هذا البلد إلا خيرا، اللهم لا تسمعنا في هذا البلد إلا خيرا وأمنا واستقرارا. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير. اللهم هيئ لهذا البلد حاكما عدلا يقودهم إلى كتابك وإلى ما جاء به رسولك. اللهم هيئ لهذا البلد حاكما يقود الأمة إلى الخير ويقود الأمة إلى سبيل الرشاد، ويقود
ويبعد عن الأمة ما حل بها من الغي. إنك ربنا سميع مجيب الدعاء. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك أن تبارك في من بنوا هذه البنية أو شارك في الخير لإقامة دعوتك فيه، إنك سميع مجيب الدعاء. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.